السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. طريقة ممتازة جدا فيها هواتف أوبو من خلالها تقدر تتحكم في استهلاك باقة النت بشكل يومي عن طريق التذكير بالميجا بايت المستهلكة في وقت معين. طريقة سهلة جدا هننفذها مع بعض بالخطوات. أول خطوة هتروح على أيقونة الإعدادات هتضغط عليها. تاني خطوة هتفتح معانا الصفحة ديت، هتضغط على بطاقة SIM مزدوجة أو شبكة الجوال. تالت خطوة هتنزل على تذكير البيانات اليومي، تذكير البيانات اليومي هتضغط عليها، هتفتح معاك القائمة ديت، هتلاقي فيها 10 ميجا، 50 ميجا، 100 ميجا، 200 ميجا، ديت قيمة أو عدد الميجا بايت اللي حضرتك لو استهلكتها مباشرة هتجيلك رسالة هوريها لك دلوقتي. طبعا أنا مختار زي ما أنتم شايفين كل 50 ميجا بايت يجيلي تذكير بيه الاستهلاك. هتفتح معانا بمجرد ما أخلص ال 50 ميجا بايت هتفتح معانا الصفحة ديت، الرسالة اللي أنتم شايفينها دي. هيقول لك لو عايز تستخدم 50 ميجا اخرى او تعمل ايقاف، فانت هتبقى حر يا تستخدم 50 ميجا كمان يا تعمل ايقاف. وبالطريقه ديت انت كل 50 ميجا بايت هيجي لك تذكير، يا اما تكمل يا اما تعمل ايقاف، وهكذا لو اخترت اي عدد من ميجا بايت من الصفحه اللي فاتت. ما تنساش الاعجاب والمشاركه والاشتراك في القناه، ولو ليك اي تعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.